شوفي الحكي هذا كله اللي قلتيه انا مو مقتنع فيه. انت مسويه بعمرك كذي بس عشان تنظفين؟ لا لا مو علي انا. شوفي خلينا الحين في الحكي المهم. لحظه ما فهمت، شوفي حدا من الجيران عم يحكي علينا؟ بصراحه للحين ما حد يتحكى عنكم للحين. لا لحظه بس، شو قصدك ب لحد الحين؟ شوفي بقول لك شغله، انا شلون رفيجتكم، شلون جارتكم، ليش ما تقولوا لي كل شيء؟ يعني على الاقل قولوا لي انكم خلاص طحتوا بازمه ماليه، مو انا اخر وحده اعرف. مين عم بيقول انه عنا ازمه ماليه؟ لا والله. وليش اجرتوا بيت خالج اذا انتم مو محتاجين لمصاري؟ حبيبتي لا 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 لا، هيدا مش الموضوع. القصة هي انه البنت المعطرة جاي عندها شغل ببيروت، قلنا بنقعدها عنا كم يوم، هي اصلا بتكون قرابة مرت خالة، يعني مش موضوع، مش قصة كبيرة. والله الحين الستار دادو طلعت قريبة مرت خالج وانا ما ادري؟ غريبة. ليه هي ستار؟ ليش انتي ما تعرفين؟ ياسمين احكي لي الحقيقة وقولي لي شنو اللي صاير بالضبط. ياسمين تماما مثل ما قالت عنا مريومة، عكس كارلا، يعني ما فينا تحبك كذبة قد ما كانت صغيرة ولا حتى كذبة بيضة. التليفونات دي. الو ايوه مالك يا حبيبتي؟ طب ما تخافيش ما تعيطي، خلاص اديها شويه انتبيوتيك وبيمشي الحال. ايوه ماشي. سألتك. الو ايوه غرفه العمليات جاهزه؟ طب انا 5 دقايق واكون عندك. باين دول دول حيجننوني. دي بوتوكس. هقضي ما نقدرش نلغيها خالص. ايه ده؟ هو مدام طبعه كل يومين عايزه موعد؟ يا ريتني كنت بشتغل سكرتيره ولا بشتغل الشغل المنيله دي. دكتور شو معنا؟ سوري ما كنت منتبهه شو قلتي؟ يلي دلوني على حضرتك قالوا لي انك مصريه. طبعا انا مصريه بس انت عارفه بقى على عشره الزباين من سوريا ومن لبنان. قولي لي حضرتك انت اول مره تشرفينا مش كده؟ ايه بصراحه دلتني عليكي مدام دياموند. المدام دياموند دي زبونه في اي بي، وان شاء الله انا اكون مثلها. طبعا يا حبيبتي طبعا، ده انت تنوري حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي.